سبحان الله. طب هو دكتور القرآن هو يعني حضرتك في الأحاديث أعطيه يعني وكأن القرآن هو رزق من الله يعطيه للعبد، هل الإنسان لو اجتهد يعني يأخذ القرآن ولا القرآن ده رزق من الله يختار من يحفظ القرآن؟ مع الأخذ بالأسباب. آه. مع الأخذ، وطبعا في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. كما قلنا تجد الكفار عندهم ما ليس عند المؤمنين. أيوه. والأثر بيقول الدنيا سجن المؤمن وإيه؟ وجنة الكافر. وجنة الكافر. يعني القاضي القضاء يعني رئيس القضاء الشرعي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يعني في مصر من عسقلان، وعسقلان كانت تبع مصر في يعني وقت ما سابق يعني. فابن حجر قاضي القضاء هذا الشافعي رضي الله تبارك وتعالى أعظم فحول علماء الأمة في الحديث اللي شرح صحيح البخاري في كتاب فتح الباري شرح البخاري، لما كان يخرج في يروح لمكتبه في موكب، موكب له يا أخي طارق حبيبي ما شاء الله، موكب قاضي القضاء، قاضي القضاء يعني لهم مكانتهم ولهم منزلتهم. فهو في الطريق واحد غير مسلم، واحد غير مسلم سمع الحديث ده الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الغير مسلم ده مفيش وكل يوم بالإشارة يفهم، مفيش مية حتى ولا لمبة حتى، والكهرباء قطع ما في حاجة خالص، ما فيش، وأجداقه ممزقة، شفايفه مقطعة، وملابسه ممزقة. وبعدين سمع إن نبي المسلمين بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فقال معقول لنا فيه دي جنة، لنا فيه دي جنة، وقاضي القضاء ده اللي ماشي بموكب وراجع رايح بموكب وراجع بموكب ده في سجن. ده حاجة عايزة شرح دي. فوقف في الطريق. وقف في الطريق لإيه؟ للتحقية ولا قصد عبدين. وقف في الطريق. وقف في الموكب. الجماعة الكوماندوز بقى والقوات الخاصة يزيحوه. لا. الرجل وقف. رأسه ألف سن ما يمشي. فقال ابن حجر أبناه. قال ابنوه قربوه. فأتى. قربوا. قال ما بك؟ قال سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هل ما أنا فيه من حال هذا؟ وأشار بقى إلى ملابسه، يعني ما فيش حتة سليمة على الثوب اللي عليه، وشفافه ممزقة، وأجداقه ممزقة وجاف، ويعني حال من بعضه، الحال واضح يعني لا يخفى، وانت في موكب وحاشية وبطانة، ما أنا فيه هذا جنة واللي انت فيه هذا سجن. واضح السؤال يا خطار؟ واضح دكتور. قال له نعم. قال له كيف ذلك؟ قال له ما أنا فيه الآن بالنسبة لما أعده الله تعالى لي في الآخرة من النعيم، ما أنا فيه الآن يعتبر سجنا. وما أنت فيه الآن مع ما أعده الله لك في الآخرة من العذاب الأليم والنار الجحيم، ما أنت فيه الآن يعتبر جنة. واضح؟ ده كده دكتور يبقى يعني أسوأ الخاسرين اللي يخسر الدنيا والآخرة. أيوه خلاص يعني خسر الدنيا والآخرة. شوف ابن آدم الأول لما قتل أخاه فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا وأخاه ودينه ودنياه وآخرته والعياذ بالله. كل هذه النصوص أخي طارق اللي فاتت دي، كل هذه النصوص النبوية وأعلاها اللي تطرقنا إليها من الحوار بين العبد وبين ربه، وبعدين ربنا يسأل سؤال ويجيب عليه، أو ربنا يسأل سؤال والعبد يجيب عليه أثناء التلاوة، والرسول يحض على الإيه؟ على التدبر والتأمل. اسمع حديث حذيفة، قال في حلقة من حلقات البرنامج هذا المبارك أحد الإخوة فهم آية على غير الفهم الصحيح، ودخل علينا في يعني دخل كان له دخول بيقول إزاي أنا لما أسمع آية فيها عذاب يعني أستجير، وأسمع آية فيها رحمة أسأل ربنا، وما أسمع آية فيها جنة أسأل، وأسمع آية فيها النار أستجير لله سبحانه وتعالى، مع أن ربنا يقول وإذا قرأ القرآن فإيه؟ فاستمعوا له وانصتوا. ايوه انتم ترحمون. أيوة.